المساعدات الكراء ديال 500 الاورو ديال فونتا دي اندلسيه رجعت لكم من جديد. شكون ممكن يطلبها وكيفاش ممكن انك تطلبها والوثائق المطلوبه؟ كل هاد التساؤلات غنجاوب عليهم في هذا الفيديو. السلام عليكم، كنتمناكم بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال. كي دايرين شويه مع الاتصال، مرحبا بكم بعدا عندنا في مالاغا. دائما كاين جديد عندنا، كنلونسيو في تيك توك ديالنا وانستغرام، وهاد المساعده ديال الكراء اللي طلونسات هذه اسبوع كاينه في تيك توك وكاينه في انستغرام. الا كتبعونا راه غتلقاو تما هاد الفيديوهات هادو. ما تنساوش شاركوا هذا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس. علاش؟ حيت ببساطه هذا واحد التيتوريال غنوريكم بالخطوات خطوه خطوه كيفاش تطلعوا جميع الوثائق في البلاتفورما باش تدفعوا لهذه المساعده وما تحتاجوش يعاونكم شي واحد. نشرح لكم التفاصيل اولا، شكون اللي ممكن انه يدفعها بالنسبه للناس اللي ما عمرهم دفعوا لهذه المساعده. بدايه الناس اللي هما في الوضعيات الصعبه واللي هما في حاله ضعف. إذا سولتوني كيفاش تبينوها، خصكم تمشيو للسيرفيسيو سوسيال فين عندكم الشهاده ديال السكنه ديالكم، من تما غادي يعطيكم واحد الوثيقه ديال الحاله ديال الضعف اللي عندكم. الحاله الماديه طبعا ما مخداميش اولا كتستافدوا من شي مساعده، المهم سيرفيسيو سوسيال كيكون عارف هاد الوثيقه هذه. ممكن يطلبوها النساء الضحايا ديال العنف، ممكن يطلبوها خيكس هما الدراري اللي كانوا عايشين في الزنقه لواحد الفتره، ممكن يدفعوا لهاد المساعده. الاشخاص اللي هما مينوريس اللي كانوا في المراكز ديال الايواء، ماشي مينوريس حاليا يعني ماشي قصيرين، دازوا من المراكز ديال القصيرين في الفترات اللي كانوا شحال هذه. طالبين اللجوء، الناس اللي طلبوا اللجوء ممكن انهم يدفعوا لهذه المساعده. والسؤال دابا، انا ما عنديش ريسيدنسيا واش نقدر نطلبها؟ للاسف هذه المساعده ما متوفراش للناس اللي ما عندهمش ريسيدنسيا، حيت من بين الشروط الاساسيه خاص تكون عندك ريسيدنسيا يعني مقيم هنايا في اسبانيا وعندك شهاده ديال السكنه كذلك في نفس المنطقه اللي غتدفع فيها. اندلسيه كنهضروا على جميع المدن اللي تابعه لاندلسيه، الخونتا ديال اندلسيه. ضروري يكون عندك العقد ديال الكراء ديال الدار كيتراوح ما بين 600 الاورو حتى 900 ديال الاورو، كيتحدد حسب المدينه فين ساكن. خاص ما يكونش عندك ملك او العقار فهنايا في اسبانيا مسجل بسميتك باش تقدر تطلب هذه المساعده. كيفاش ممكن انك تطلبها؟ ممكن تطلبها عن طريق الموقع كما غنوري لكم دابا باش هكذا نتوما تطلبوها. كذلك ممكن انكم تجدوا الدوسي ديالكم وتدفعوه في البريد العادي، ديروا العنوان وتدفعوه. دابا ندوزو باش نوري لكم تيتوريال خطوه بخطوه باش نتوما تدفعوها. لكن قبل كل هذه المعلومات كما كيفيدوك انت يقدروا يفيدوا بزاف ديال الناس، شاركوا الفيديو باش تعمل الفائده. ندوزو للتيتوريال. بداية كندخلو جوجل كنكتبو أيوتا الكيلير كوليكتيفوس فونيرابليس، كنكليكيو على الثانية هادي ديال خونتا ديال أندلسية باش ندخلو ديريكتامنتي لهاد المساعدة. كنمشيو بريسنتاسيون دي سوليتيتود، كتعطينا هاد الصفحة فيها كيفاش تلونسات. كنكليكيو على إينيسيال سيسيون، هذا تاريخ بداية المساعدة وكتسالي نهار 25 في شهر 7. ممكن ندخلو بسيرتيفيكادو ديجيتال أولا بكلافي، في هاد الحالة غندخلو بسيرتيفيكادو ديجيتال. طبعا ما غنبينوش هادو التراميتات الاولى الثانيه الثالثه، غنفتحوا سوليسيتود باش هكذا نعمروا الداتوس ديالنا. الداتوس ساهلين، كنمشيو كنهبطوا لتحت كنقراو هادشي. هادو الوثائق المطلوبه، انا لخصتهم لكم في البدايه ديال الفيديو بالعربيه. كندوزوا للصفحه الثانيه باش ندخلوا للسوليسيتود ونبداو نعمروها. غطيت هاد المرحله حيت فيها الداتوس ديال واحد الشخص قدم للمساعده باش هكذا ما يبانوش، ولكن راه كتكتب الاسم ديالك، الرقم ديال الريسيدنسيا ديالك النية او الدينية، العنوان ديالك كامل، بلانطا فين ساكن يعني بلانطا ديال الدار، الرقم ديال الحومة والشارع، وكتهبط لتحت عفوا وكدير الداتوس ديال البنكة ديالك، يعني الاخر الايبان ديال البنكة ديالك. كتكليكي على هاد الجوج ديال ديكلاراسيونيس، هادي الاولى كتكليكي عليها كديرها اوكي. كنهبطو هنا كنديرو عاوتاني هكذا اوكي يعني موافقين. كنهبطو للجهة ديال الوثائق المطلوبة، الوثائق اللي غنقدموهم كنديروا عليهم هكذا اوكي بهذه الطريقه باش هكذا من بعد نطلعوهم في البلاتفورما. كنقراو كل شيء هذه المعلومات باش هكذا في حاله ما اذا كان عندكم شي حاجه ما مذكوراش. هنايا الدينية ولا النية ولا باسابورتي يعني باش غتقدم، ولكن هنايا في هاد المرحلة داتو سوبري لاكتيفيداد بارالاكي سوليسيتاس لا سوبفينسيون، يعني كتطلب المساعدة بواحد الدار اللي انت ساكن فيها حاليا، حيت ممكن انك تعمر في الاول
الدار اللي كنتي ساكن فيها شحال هذه اللي هي عندك في الريسيدنسيا، وهنايا في هذه المرحله تعمر الدار اللي غتطلب عن طريقها المساعده ديال خونتا دي اندلسيه. هنا عمر العنوان صحيح، العنوان ديالك فين غادي تدفع الايوضه، يعني اللي عندك في العقد ديال الكراء، وهنا كتعمل كوريو بوستال، الرينتا اللي كتخلصها ولا كتخلص شي حاجه اخرى. في هذه المرحله ديال السوليسيتود هنايا كدير المبلغ اللي كتخلصو في الدار وجميع المعلومات اللي عندك في الكونتراتو ديال الدار اللي انت كاريها، وكنوصلوا للمرحله النهائيه. السوليسيتود ديالنا عمرات صافي، المرحله الاولى دزناها، غنديروا فيرمار، كنهبطوا لتحت كنفيرماو وكنقدموا بريزنتاسيون ديال هذه المساعده وساليتي تراميتي ديالك. ما تنساش تشارك الفيديو. بسلامه.